حماس تؤكد أنها تدرس مقترح الهدنة المطروح بروح إيجابية، وفي انتظار ردها إسرائيل تواصل قصف غزة وتعلن قتل أحد المختطفين الأسرى. بعد جدل تجنيدهم، مئات اليهود المتدينين يلتحقون بصفوف الجيش الإسرائيلي قريبا في أكبر عمليات تجنيد الحريديم على الإطلاق. الرئيس بايدن يؤكد أنه لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأمريكية، ويشدد على أن التحركات الاحتجاجية المناهضة للحرب في غزة لم تغير مواقف إدارته. تنديد أممي بقتل 2 من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة الصليب الأحمر في دارفور، ووكيل الأمين العام يشدد على ضرورة حماية الموظفين الإنسانيين. أهلا بكم مشاهدينا، هذه روناك عادل تحييكم وترحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث. كثفت مصر جهودها إبرام صفقة التبادل والهدنة في غزة بين إسرائيل وحماس، ونقل تلفزيون القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري رفيع المستوى قوله إن المفاوضات تشهد تقدما إيجابيا، وأن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لإنجاحها ووضع اللمسات الأخيرة على بعض النقاط الخلافية العالقة. فيما أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة تدرس المقترح بروح إيجابية، وأن وفدها سيعود إلى العاصمة المصرية في أقرب وقت لاستكمال المحادثات. وفيما ما يزال الاتفاق معلقا، أعلنت إسرائيل أنها تأكدت من قتل أحد الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر، وقالت الحكومة الإسرائيلية أن جثته ما تزال محتجزة في غزة دون توضيح كيف تأكدت من قتله. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي كان في المنطقة قبل يوم في إطار المساعي الأمريكية لدفع صفقة التبادل، حمل حركة حماس مسؤولية التوصل للاتفاق، وأشار في تصريحات لشبكة NBC الإخبارية إلى أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة لتحقيق الهدنة على حد قوله، إلا أنها ستمضي قدما في عملياتها العسكرية برفح ما لم يتم التوصل للاتفاق. وخلال جلسة لمجلس الحرب الإسرائيلي لبحث مقترح الهدنة ومصير عملية رفح، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجود اختلافات بين أعضاء المجلس حول العمليات الجارية في قطاع غزة، مضيفا أنه رغم الاتفاق فقد تم اتخاذ قرار وسيجري العمل عليه. كانت ولا تزال هناك اختلافات في الرأي في صفوفنا حول عمليات في ساحات قريبة وبعيدة، ولكن اتخذت قرارا في ختام النقاش وتم اعتماده. عملنا هناك وسنعمل أيضا ما يجب القيام به من أجل تحقيق النصر والتغلب على أعدائنا بما في ذلك في رفح. وعلى الأرض في غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد القتلى جراء الغارة الإسرائيلية التي طالت منزلا في حي الزهور شمال رفح إلى 7 أشخاص بينهم 4 أطفال، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارتين على المنطقة الشمالية من مخيم البريج وسط القطاع تزامنا مع قصف مدفعي، كما طال القصف حيي الزيتون وشجاعية شرق مدينة غزة وتل الهوى والشيخ عجلين جنوبها، فيما سمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في منطقة مفرق الشهداء محور نتساريم. قدرت الأمم المتحدة تكاليف عمليات إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 40 إلى 50 مليار دولار على الأقل. وقال عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن الحرب قضت على 40 عاما من الجهود المبذولة للاستثمار في التنمية البشرية في غزة. عملية إعادة إعمار غزة بشكل عام اليوم وفقا لتقديراتنا ستتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار على الأقل.
لقد عدنا إلى الثمانينيات تقريباً فيما يتعلق بغزة. كل الاستثمارات المتعلقة بالتنمية البشرية في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام العشرين الماضية وفي غزة خلال السنوات الأربعين المنصرمة تم القضاء عليها. دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت بعد إعلانه عن تعيينات جديدة في هيئة الأركان العامة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن كفير القول إن التعيينات التي أقرها جالانت مع رئيس الأركان تثير أنه يتجاهل الجمهور تماماً، كما اتهم بن كفير جالانت بالتسبب في الفشل الأكبر في تاريخ إسرائيل في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر، مضيفاً أن جالانت لا يتمتع بأي تفويض للموافقة على التعيينات في هيئة الأركان العامة القادمة للجيش. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعد في خطوة غير مسبوقة لإجراء أكبر عملية تجنيد في تاريخه الحديث لليهود المتشددين. وتوقعت تقارير إعلامية انضمام 450 متشددا إلى صفوف الجيش الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي يمثل تحولا كبيرا في موقف تلك الجماعة من الخدمة العسكرية. كما كشفت التقارير أن هؤلاء المجندين الذين تركوا مدارسهم الدينية مؤقتا سيوزعون على عدة وحدات بما فيها كتيبة نتساح يهودا التي تنوي واشنطن فرض عقوبات عليها. منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون الأحداث في قطاع غزة جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة لعام 2024. وأوضحت المنظمة الأممية أن الجائزة منحت بناء على توصية هيئة تحكيم دولية مؤلفة من مهنيين عاملين في مجال الإعلام، وأن منح الجائزة يبعث رسالة تضامنية قوية إلى الصحفيين الفلسطينيين في غزة. وجهت إسرائيل رسائل إلى البيت الأبيض تفيد بأن تل أبيب ستتخذ خطوات عقابية مشددة بحق السلطة الفلسطينية في حال صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية في لاهاي بحق مسؤوليها. وترى تل أبيب أن السلطة الفلسطينية مسؤولة عن أوامر الاعتقال المحتملة، وأنها سترد بخطوات كبيرة من شأنها أن تسقط السلطة الفلسطينية في رام الله. ومن بين تلك الخطوات تجميد أموال الضرائب والجمارك التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة، ما من شأنه أن يتسبب بإفلاس السلطة وانهيارها وفق ما كشف موقع إكسيوس. حرب إسرائيلية في غزة، والهدف المعلن القضاء على حماس وتفكيك قدرتها العسكرية. هدف التدمير والتفكيك تجاوز قطاع غزة ووصل إلى رام الله حيث رئاسة السلطة الفلسطينية. هذا ما نشره موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين. إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها. تلوح إسرائيل بإجراءات غير مسبوقة بحق السلطة الفلسطينية. إن صدر بحق قادتها مذكرات اعتقال ستقطع المال كلياً وتتسبب بانهيار المنظومة الإدارية للفلسطينيين، رسالة إسرائيلية أشبه بمساومة مع محكمة الجنايات، رأس السلطة الفلسطينية مقابل تهم جرائم حرب في غزة. لن تقبل إسرائيل أبداً محاولة المحكمة الجنائية تقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، لن ننحني لها. إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بأن لديهم معلومات تشير إلى أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام لإصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي باعتبارهم أبرز المنخرطين في حرب غزة. وكانت السلطة الفلسطينية قد انضمت إلى محكمة الجنايات الدولية عام 2015، ما مهد طريقا أمامها لملاحقة قانونية دولية قد يواجهها القادة الإسرائيليون. وصف مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش اللقاءات بين حركتي فتح وحماس بغير جدية
وغير المثمرة. وأرجع الهباش ذلك إلى كون حماس لا تريد المصالحة أو إنهاء الانقسام، كما اتهم مستشار الرئيس الفلسطيني حركة حماس بأنها تريد دخول منظمة التحرير للاستحواذ عليها، وأشار إلى أن ثقافة حركة حماس هي إراقة دماء الفلسطينيين على عكس حركة فتح، مضيفا أنه من الممكن الاستعانة بقوات عربية بغزة في اليوم التالي للحرب، كما شدد على ضرورة ارتباط ذلك بحل سياسي يشمل القدس والضفة وغزة. واتهم الهباش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا يريد إقامة دولة فلسطينية ويفضل فصل غزة عن الضفة. أولا، معرفتي الشخصية بحماس قديما وحديثا ومواكبة ومتابعة كل مجريات الحوارات التي جرت بين حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى وعلى رأسها حركة فتح وحماس ومنظمة التحرير وحماس والسلطة الوطنية الفلسطينية، كلها تؤكد وتشير إلى أن حماس لا يعنيها من المصالحة إلا أن تدخل منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الاستحواذ والاستيلاء على قرار المنظمة وعلى قيادة المنظمة. أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بياناً في ختام اجتماع عسكري بين الأردن والولايات المتحدة تم خلاله بحث سبل مكافحة انتشار الطائرات المسيرة في المنطقة وتحسين قدرات الدفاع الجوي الأردني لمواجهة المسيرات. وبحث الاجتماع أهمية الحفاظ على الأمن على طول حدود الأردن مع العراق وسوريا، كما نقل البنتاغون عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن واشنطن ستعمل على تحديث الأسطول الجوي الأردني من طائرات F-16. أكدت فصائل عراقية مسلحة قصف ما وصفته بأنه هدف حيوي في بئر السبع الإسرائيلي بصاروخ كروز مطور، في حين لم يصدر أي بيان أو تأكيد من الجانب الإسرائيلي. أكدت وزارة الدفاع السورية إصابة 8 عسكريين في ضربة إسرائيلية على محيط دمشق، في حين كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مركز تدريب أمني يتبع حزب الله اللبناني. ما نستطيع تأكيده بأن هناك انفجارات وقعت في ريف دمشق الجنوب الغربي على الحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة بالقرب من الحدود اللبنانية والجولان السوري المحتل، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في سماء المنطقة يرجح بأنها إسرائيلية. حتى اللحظة هذا ما نستطيع تأكيده. بالنسبة لهذه الصور المتداولة لا نستطيع تأكيد إذا ما كانت هذه بالفعل داخل الأراضي السورية، لكن الانفجارات وقعت في ريف دمشق الجنوبي الغربي بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في سماء تلك المنطقة يرجح بأنها إسرائيلية. هذا كل شيء مؤكد لدينا حتى هذه اللحظة. أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن جامعة بنسلفانيا طالبت الشرطة بإرسال مزيد من التعزيزات والدعم الأمني إلى داخل حرمها مع تصاعد الاحتجاجات الطلابية المناوئة للحرب في غزة. وفي جامعة واشنطن في سياتل نصب الطلاب المعتصمون خيامهم في إحدى ساحات الحرم الجامعي وطالبوا بقطع العلاقات مع إسرائيل ومع شركة بوينغ التي قالوا إنها تضع المروحيات الهجومية المستخدمة في حرب غزة. فيما أكدت تقارير إعلامية اعتقال أكثر من 2100 طالب في نحو 60 جامعة وكلية على مستوى البلاد على خلفية تلك الاحتجاجات. ومع توسع رقعة الاحتجاجات الطلابية امتدت رقعتها إلى كندا والمكسيك المجاورتين، حيث احتشد مئات الطلاب في تورنتو ونيو مكسيكو للتنديد بالحرب في غزة والمطالبة بوقفها وإبداء التضامن مع الغزيين. Thank you.
وفي أول تعليق رئاسي على الأحداث والاحتجاجات التي شهدتها جامعة كاليفورنيا وعدد من كبرى الجامعات الأمريكية، أكد الرئيس جو بايدن على التعامل مع هذه الاحتجاجات وفقا للقانون، كما حذر من أن الإدارة لن تقبل بالعنف أو معاداة السامية في الجامعات. وفي الوقت ذاته أكد بايدن أن الاحتجاجات لم تدفعه إلى تغيير مواقفه من الحرب في غزة، واتهم أطرافا بالسعي لتحقيق أهداف سياسية من الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات والمؤسسات التعليمية الأمريكية. هناك حق بحرية التعبير والتجمع والاحتجاج، هذا حق للشعب الأمريكي. نحن دولة قانون والقانون يجب أن يسود. حرية التعبير محمية والتظاهر السلمي في أمريكا مقبول، لكننا لن نقبل بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة ليس من حرية التعبير وأمر غير مقبول. يجب احترام القانون. الفوضى ليست من حق أحد ولا مكان بالحرم الجامعي للتهديدات وخطاب الكراهية. كما أشير أيضا إلى أن الاحتجاجات في الجامعات لن تجبرني على إعادة النظر بسياساتي في المنطقة. في العاصمة الفرنسية باريس، بدأ طلاب معهد العلوم السياسية الشهير في باريس إضرابا عن الطعام، فيما أغلقت إدارة المعهد مقره الرئيسي، وذلك بعد نجاح عدد من الطلاب في الدخول لثلاث مبان تابعة له في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس، كما أعلنت إدارة مدرسة ليل للصحافة إغلاقها صباحا بسبب تحركات طلابية داعمة للفلسطينيين وتأجيل الامتحانات، فيما يترقب أن تشهد جامعة السوريين أيضا السوربون أيضا تحركات مماثلة بعد ظهر اليوم، وسط انتشار أمني مكثف لفض التظاهرات والاعتصامات بالقوة بعد توجيهات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس. ندد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفث بقتل اثنين من عمال الإغاثة في السودان، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن قبوله. وبعد إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر قتل اثنين من عامليها في جنوب دارفور على يد جماعات مسلحة، أكد غريفث على ضرورة حماية الموظفين الإنسانيين الذين يخاطرون بكل شيء لمساعدة الآخرين. على الأرض، ومع استمرار المعارك تستمر معاناة سكان الخرطوم في الحصول على الاحتياجات الأساسية في ظل انقطاع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت في معظم أحياء الخرطوم، حيث يلجأ المواطنون إلى شراء مياه الشرب بأسعار باهظة أو الوقوف في صفوف طويلة للحصول على حاجتهم من المياه من الآبار الجوفية. وأفادت مصادر طبية بأن ارتفاع درجات الحرارة وقلة مصادر المياه الآمنة للشرب أدت إلى ظهور حالات الجفاف ونقص السوائل لدى بعض المرضى ممن يعانون من مشاكل في الكلى أو أصحاب الأمراض المزمنة، ما ضاعف من حجم معاناتهم. هذا وأصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة قراراً رسمياً بإعلان حالة الطوارئ في العاصمة الخرطوم مع تشكيل خلية أمنية استناداً على حالة الطوارئ المعلنة. وستكون مهمة هذه الخلية الأمنية جمع المعلومات الأمنية والاستخباراتية العاجلة والعمل كخلية إنذار مبكر لبقية القوات النظامية والتعامل مع الحالات الطارئة ورصد الخلايا النائمة ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة المشبوهة في البلاد. وفي ولاية سنار التي زارها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أكد واليها توفيق محمد علي استعداد الولاية لدعم الجيش عبر المقاومة الشعبية وزيادة معسكر التدريب المتطوعين، كما أكد أن ولاية سنار مستمرة في دعم الجيش حتى تحقيق النصر والقضاء على ما وصفهم بالمتمردين، في إشارة لقوات الدعم السريع. وأعلنا له استعداد الولاية التام في مجمل العمليات
العسكرية ومشاركة الولاية ومشاركة أهل الولاية من خلال المعسكرات التي أقيمت للمستنفرين وللمقاومة وقوات الشعب المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات متمثل في هيئة العمليات. يعاني النازحون في مخيم الركبان الواقع في المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي من حصار مستمر منذ 22 يوما أسفر عن مفاقمة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون في المخيم في ظل انعدام وشح المواد الطبية والغذائية الأساسية وتفشي الأمراض والأوبئة ليسيما بين الأطفال. أصبحنا بلا مواد تموينية كامل، يعني موادنا التموينية انتهت، ما زلنا نعاني حصار مرير، الإضافة إلى الوضع الصحي سيء جدا، أمراض انتشرت، مجاعة دقت أجراسها منذ 10 أيام أو أكثر. المخيم يطالب بفتح طريق مساعدات. نحن أهل مخيم أرجوبان نعاني من الحصار المطبق تقريبا منذ 22 يوم. نحن الآن نعاني بشكل رئيسي فقدان بالمرتبة الأولى المواد الطبية التي أهمها هي المواد الإسعافية التي فعلا فقدت من السوق. الآن لا توجد أي مادة رئيسية موجودة في المخيم من مواد أساسية طبعا. بهذا وصلنا إلى الختام مشاهدينا، أعود وألتقيكم بعد قليل في نشرة جديدة. كانوا هذوما معنا شخصيتين من أبرز الوجوه في مرحلة تونس ما بعد 14 جانفي، لذلك تم اغتيالهم اغتيال مشروع. لماذا باعتقادك السيد حماد الجبالي استخدم هذا المكتب تحديدا؟ ربما نبالغ نقول ثم حسب، لكن ثم المكالمة اللي تمت يوم 15 جانفي تبين أنه بن علي فعلا كان مقطع عن الواقع وكان ما عندوش دراية باللي صار من أحداثه. كيف رد عليه الغنوشي؟ الدكتور محمد الطيب يوسفي مدير ديوان رئيس الحكومة التونسي الأسبق. الذاكرة السياسية الجزء الثاني الليلة 10:15 على شاشة العربية. معارك بارية ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ رحى حروب لا تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورمات وحكايات يرويها من بقي منهم لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. تدخل اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90%
ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم سريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل؟ أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكاية. احنا اليوم بنكتب تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل. أحداث صامتة، غائبة أو مغيبة، مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث.
حماس تؤكد أنها تدرس مقترح الهدنة المطروح بروح إيجابية، وفي انتظار ردها إسرائيل تواصل قصف غزة وتعلن قتل أحد المختطفين الأسرى. تكلفة بالمليارات وتحد غير مسبوق في التاريخ، الأمم المتحدة تكشف ملامح خطط إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب. رقعة الاحتجاجات والاعتصامات الطلابية تتسع وتمتد إلى جامعات كندا والمكسيك، وبعد آلاف الاعتقالات الرئيس بايدن يؤكد أن التحركات لم تغير مواقف إدارته من حرب غزة. تنديد أممي بقتل اثنين من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة الصليب الأحمر في دارفور، ووكيل الأمين العام يشدد على ضرورة حماية الموظفين الإنسانيين. أجدد التحايا مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. نقل تلفزيون القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري رفيع المستوى أن مفاوضات صفقة التبادل والهدنة في غزة بين إسرائيل وحماس تشهد تقدما إيجابيا، وأن القاهرة تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لإنجاحها ووضع اللمسات الأخيرة على بعض النقاط الخلافية العالقة. فيما أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن الحركة ما تزال تدرس المقترح بروح إيجابية، وأن وفدها سيعود إلى العاصمة المصرية في أقرب وقت لاستكمال المحادثات. وفيما ما يزال الاتفاق معلقا، أعلنت إسرائيل أنها تأكدت من قتل أحد الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ 7 أكتوبر، وقالت الحكومة الإسرائيلية أن جثته ما تزال موجودة بل محتجزة في غزة دون توضيح كيف تأكدت من قتله. وخلال جلسة لمجلس الحرب الإسرائيلي لبحث مقترح الهدنة ومصير عملية رفح، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجود اختلافات بين أعضاء المجلس حول العمليات الجارية في قطاع غزة، مضيفا أنه رغم الاتفاق فقد تم اتخاذ قرار وسيجري العمل عليه. كانت ولا تزال هناك اختلافات في الرأي في صفوفنا حول عمليات في ساحات قريبة وبعيدة، ولكن اتخذت قرارا في ختام النقاش وتم اعتماده. عملنا هناك وسنعمل أيضا ما يجب القيام به من أجل تحقيق النصر والتغلب على أعدائنا بما في ذلك في رفح. حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون إسرائيل من أن حماية المدنيين ضرورة قصوى في مدينة رفح قبل تنفيذ أي عملية، لأن عكس ذلك سيتسبب بسقوط الكثير من الضحايا بسبب الاكتظاظ السكاني في المدينة. على الأرض في غزة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتفاع عدد القتلى جراء الغارة الإسرائيلية التي طالت منزلا في حي الزهور شمال رفح إلى 7 أشخاص بينهم 4 أطفال. كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارتين على المنطقة الشمالية من مخيم البريج وسط القطاع تزامنا مع قصف مدفعي. كما طال القصف حيي الزيتون وشجاعية شرق مدينة غزة وتل الهوى وشيخ عجلين جنوبها، فيما سمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في منطقة مفرق الشهداء محور نتساريم. قدرت الأمم المتحدة تكاليف عمليات إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 40 إلى 50 مليار دولار على الأقل. وقال عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن الحرب قضت على 40 عاما من الجهود المبذولة للاستثمار في التنمية البشرية في غزة. عملية إعادة إعمار غزة بشكل عام اليوم وفقا لتقديراتنا ستتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار على الأقل. لقد عدنا إلى الثمانينيات تقريبا فيما يتعلق بغزة. كل الاستثمارات المتعلقة بالتنمية البشرية في الأراضي الفلسطينية خلال الأعوام 20 الماضية وفي غزة خلال السنوات 40 المنصرمة تم القضاء عليها.
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير لإقالة وزير الدفاع يوف جالانت بعد إعلانه عن تعيينات جديدة في هيئة الأركان العامة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن كفير القول إن التعيينات التي أقرها جالانت مع رئيس الأركان تظهر أنه يتجاهل الجمهور تماماً، كما اتهم بن كفير جالانت بالتسبب في الفشل الأكبر في تاريخ إسرائيل في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر، مضيفا أن جالانت لا يتمتع بأي تفويض للموافقة على التعيينات في هيئة الأركان العامة القادمة للجيش. أفادت وسائل الأمن الإسرائيلية بأن الجيش يستعد في خطوة غير مسبوقة لإجراء أكبر عملية تجنيد في تاريخه الحديث لليهود المتشددين. وتوقعت تقارير إعلامية انضمام 450 متشددا إلى صفوف الجيش الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي يمثل تحولا كبيرا في موقف تلك الجماعة من الخدمة العسكرية. كما كشفت التقارير أن هؤلاء المجندين الذين تركوا مدارسهم الدينية مؤقتا سيوزعون على عدة وحدات بما فيها كتيبة نتساح يهودة التي تنوي واشنطن فرض عقوبات عليها. أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بياناً في ختام اجتماع عسكري بين الأردن والولايات المتحدة تم خلاله بحث سبل مكافحة انتشار الطائرات المسيرة في المنطقة وتحسين قدرات الدفاع الجوي الأردني لمواجهة المسيرات. وبحث الاجتماع أهمية الحفاظ على الأمن على طول حدود الأردن مع العراق وسوريا. كما نقل البنتاغون عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن ستعمل على تحديث الأسطول الجوي الأردني من طائرات F-16. أكدت فصائل عراقية مسلحة قصف ما وصفته بأنه هدف حيوي في بئر السبع الإسرائيلي بصاروخ كروز مطور، في حين لم يصدر أي بيان أو تأكيد من الجانب الإسرائيلي. أكدت وزارة الدفاع السورية إصابة 8 عسكريين في ضربة إسرائيلية على محيط دمشق، في حين كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مركز تدريب أمني تابع لحزب الله اللبناني. ما نستطيع تأكيده بأن هناك انفجارات وقعت في ريف دمشق الجنوب الغربي على الحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة بالقرب من الحدود اللبنانية والجولان السوري المحتل، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في سماء المنطقة يرجح بأنها إسرائيلية. حتى اللحظة هذا ما نستطيع تأكيده. بالنسبة لهذه الصور المتداولة لا نستطيع تأكيد إذا ما كانت هذه بالفعل داخل الأراضي السورية، لكن الانفجارات وقعت في ريف دمشق الجنوبي الغربي بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في سماء تلك المنطقة يرجح بأنها إسرائيلية. هذا كل شيء مؤكد لدينا حتى هذه اللحظة. أفادت شبكة CNN الأمريكية بأن جامعة بنسلفانيا طالبت الشرطة بإرسال مزيد من التعزيزات والدعم الأمني إلى داخل حرمها مع تصاعد الاحتجاجات الطلابية المناوئة للحرب في غزة. وفي جامعة واشنطن في سياتل نصب الطلاب المعتصمون خيامهم في إحدى ساحات الحرم الجامعي وطالبوا بقطع العلاقات مع إسرائيل ومع شركة بوينغ التي قالوا إنها تصنع المروحيات الهجومية المستخدمة في حرب غزة. فيما أكدت تقارير إعلامية اعتقال أكثر من 2100 طالب في نحو 60 جامعة وكلية على مستوى البلاد على خلفية تلك الاحتجاجات. We'll be right back.
مع توسع رقعة الاحتجاجات الطلابية امتدت رقعتها إلى كندا والمكسيك المجاورتين، حيث احتشد مئات الطلاب في تورنتو ونيو مكسيكو للتنديد بالحرب في غزة والمطالبة بوقفها وإبداء التضامن مع الغزيين. التعليق الرئاسي على الأحداث والاحتجاجات التي شهدتها جامعة كاليفورنيا وعدد من كبار الجامعات الأمريكية، أكد الرئيس جو بايدن على التعامل مع هذه الاحتجاجات وفقا للقانون، كما حذر من أن الإدارة لن تقبل بالعنف أو معاداة السامية في الجامعات. وفي الوقت ذاته أكد بايدن أن الاحتجاجات لم تدفعه إلى تغيير مواقفه من الحرب في غزة، واتهم أطرافاً بالسعي لتحقيق أهداف سياسية من الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات والمؤسسات التعليمية الأمريكية. هناك حق بحرية التعبير والتجمع والاحتجاج، هذا حق للشعب الأمريكي، نحن دولة قانون والقانون يجب أن يسود. حرية التعبير محمية والتظاهر السلمي في أمريكا مقبول، لكننا لن نقبل بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة ليس من حرية التعبير وأمر غير مقبول. يجب احترام القانون، الفوضى ليست من حق أحد ولا مكان بالحرم الجامعي للتهديدات وخطاب الكراهية. كما أشير أيضا إلى أن الاحتجاجات في الجامعات لن تجبرني على إعادة النظر بسياساتي في المنطقة. We'll be right back.
في العاصمة الفرنسية باريس، بدأ طلاب معهد العلوم السياسية الشهير في باريس إضرابا عن الطعام فيما أغلقت إدارة المعهد مقره الرئيسي، وذلك بعد نجاح عدد من الطلاب في الدخول لثلاث مبان تابعة له في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس، كما أعلنت إدارة مدرسة تيليل للصحافة إغلاقها صباحا بسبب تحركات طلابية داعمة للفلسطينيين وتأجيل الامتحانات، فيما يرتقب أن تشهد جامعة السوربون أيضا تحركات مماثلة بعد ظهر اليوم وسط انتشار أمني مكثف لفض التظاهرات والاعتصامات بالقوة بعد توجيهات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس. ندد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفث بقتل اثنين من عمال الإغاثة في السودان، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن قبوله، وبعد إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر قتل اثنين من عامليها في جنوب دارفور على يد جماعات مسلحة، أكد غريفث على ضرورة حماية الموظفين الإنسانيين الذين يخاطرون بكل شيء لمساعدة الآخرين. ومع استمرار المعارك تستمر معاناة سكان الخرطوم في الحصول على الاحتياجات الأساسية في ظل انقطاع خدمات المياه والكهرباء والاتصال والإنترنت في معظم أحياء الخرطوم، حيث يلجأ المواطنون إلى شراء مياه الشرب بأسعار باهظة أو الوقوف في صفوف طويلة للحصول على حاجتهم من المياه من الآبار الجوفية. وأفادت مصادر طبية بأن ارتفاع درجات الحرارة وقلة مصادر المياه الآمنة للشرب أدت إلى ظهور حالات الجفاف ونقص السوائل لدى بعض المرضى ممن يعانون من مشاكل في الكلى أو أصحاب الأمراض المزمنة، ما ضاعف من حجم معاناتهم. وأصدر والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة قرارا رسميا بإعلان حالة الطوارئ في العاصمة الخرطوم مع تشكيل خلية أمنية استنادا على حالة الطوارئ المعلنة، وستكون مهمة هذه الخلية الأمنية جمع المعلومات الأمنية والاستخباراتية العاجلة والعمل كذلك كخلية إنذار مبكر لبقية القوات النظامية والتعامل مع الحالات الطارئة ورصد الخلايا النائمة ومراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة المشبوهة في البلاد. وفي ولاية سنار التي زارها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أكد وليها توفيق محمد علي استعداد الولاية لدعم الجيش عبر المقاومة الشعبية وزيادة معسكرات تدريب المتطوعين، كما أكد أن ولاية سنار مستمرة في دعم الجيش حتى تحقيق النصر والقضاء على ما وصفهم بالمتمردين، في إشارة لقوات الدعم السريع. وأعلنا له استعداد الولاية التام في مجمل العمليات العسكرية ومشاركة الولاية ومشاركة أهل الولاية من خلال المعسكرات التي أقيمت للمستنفرين وللمقاومة وقوات الشعب المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات متمثل في هيئة العمليات. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده أفرجت عن أفراد طاقم سفينة مرتبطة بإسرائيل ترفع علم البرتغال، إلا أن السفينة ما تزال محتجزة لديها. وقال أمير عبد اللهيان إن السفينة المحتجزة التي أغلقت رادارها في المياه الإقليمية الإيرانية وعرضت أمن الملاحة للخطر تخضع للاحتجاز القضائي، وأضاف أن إطلاق سراح الطاقم هو تصرف إنساني ويمكنهم بذلك العودة إلى بلدانهم ومعهم قبطان السفينة. أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه لا توجد مشكلة كبيرة لدى القوات الأمريكية في النيجر، وذلك بعد دخول قوات عسكرية روسية إلى القاعدة الجوية المشتركة في العاصمة نيامي. وقال أوستن في مؤتمر صحفي أن أفراد القوات الروسية موجودون في مجمع منفصل ولا يمكنهم الوصول إلى القوات الأمريكية. كما تعلمون فإن القاعدة الجوية 101
التي تتواجد بها قواتنا هي قاعدة للقوات الجوية النيجرية، وتقع في موقع مشترك مع مطار دولي في العاصمة. الروس موجودون في مجمع منفصل ولا يمكنهم الوصول إلى قواتنا أو معداتنا. كما تعلمون نحن دائما ما نركز على سلامة قواتنا وحمايتهم، وهو أمر سنواصل مراقبته، ولكن في الوقت الحالي لا أرى أي مشكلة كبيرة تتعلق بحماية قواتنا. يعاني النازحون في مخيم الركبان الواقع في المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي من حصار مستمر منذ 22 يوما أسفر عن مفاقمة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون في المخيم في ظل انعدام وشح المواد الطبية والغذائية الأساسية وتفشي الأمراض والأوبئة لا سيما بين الأطفال. أصبحنا بلا مواد تموينية كامل، يعني موادنا التموينية انتهت، ما زلنا نعاني حصار مرير. الإضافة إلى الوضع الصحي سيء جدا، أمراض انتشرت، مجاعة دقت أجراسها منذ 10 أيام أو أكثر. المخيم يطالب بفتح طريق مساعدات. نحن أهل مخيم الرقبان نعاني من الحصار المطبق تقريبا منذ 22 يوم. نحن الآن نعاني بشكل رئيسي فقدان بالمرتبة الأولى المواد الطبية التي أهمها هي المواد الإسعافية التي فعلا فقدت من السوق. الآن لا توجد أي مادة رئيسية موجودة في المخيم من مواد أساسية طبعا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية دقائق، وتلتقيكم الزميلة ضحى الزهيري في استديو الحدث. كونوا معنا.